انا بقى هختم واقول لك الاستراتيجيه الاخيره بقى اللي هتبهرك وهتجننك وهتخليك ترفس من الضحك، هي استراتيجيه الياس، وان مفيش ضوء في نهايه النفق. ايوه كده، وان ملهاش غير حل واحد بس، حل الالهي، وده المخدر راهن عليه اعلام مبارك واعلام السيسي، انه يفضل يجيب معاك نتيجه حلوه قوي، ان اصبر اتحمل، ملهاش غير ربنا. في النهاية اللي طبلوا وضحكوا عليكوا أيام مبارك لميس وجوزها وأحمد موسى، هم نفسهم اللي طبلوا العشر سنين اللي فاتوا بتوع السيسي، وهم نفسهم اللي طالعين دلوقتي يبرروا ويغسلوا إيد السيسي قدامنا لغاية ما كرهوا الناس في البلد، كرهوا المصريين في مصر. وده أكبر إنجاز عمله السيسي وإعلامه، ان اللي بيعمله السيسي ده اخره خراب. 10 سنين وانت بتسمعوا الكلام لميس وميت وش وعمرو اديب الكذاب الافاق، 10 سنين بتشربوا من كاس بيسقولكوا احمد موسى، 10 سنين بيضحك عليكم قناة السويس والجو ده، 10 سنين وانتوا عاملين مستنيين مصر بقى اللي هي في 30 يونيو 2020، 10 سنين واحنا قاعدين نقول لكم الراجل ده كذاب وهجاص، 10 سنين ونقول لكم البلد الدم اللي راح في شوارع مصر مش هيروح بلاش، دي سنه الهيه، 10 سنين بنقول لكم الثمن هندفعه غالي جدا وهتدفع أجيال تانية. عارف ببساطة هيطلع عمرو أديب ولميس الحديدي وأحمد موسى ونشأة الديهي هيعملوا اللي عمله بالظبط أحمد فتحي. فاكرين الراجل بتاع 67 اللي قاعد يقول المصريين أسقطنا 70 طيارة وأسقطنا، بعد ما اتشال من صوت العرب وقعد ما هو كان نجم النجوم بعد 67، مصر كلها حست إنه ضحك عليهم وإن الراجل ده هو اللي ضحك عليهم. عبد الناصر بمنتهى البساطة ضحى بيه، قعده ببيته ما ظهرش غير بعد 2011. لما طلع بعد 2011 قال بالنصر كده، أنا مالي؟ أنا كانوا بيقولوا لي قول كده كنت بقول كده. الخلاصة يا حضرات، أكذوبة الحاد الإلهي اللي النظام بيرمي مشاكله عليها دي عمرها ما هتحل مشاكل الشباب اللي بيهرب من البلد. طول ما احنا ما بناخدش بأسباب الخروج من الأزمة، الأسباب العلمية. وأول حاجة في الأسباب دي هي إن السيسي اللي تسبب في الكارثة دي يمشي يغور. الحل التاني ان كل اعلام السيسي يتحاكم بتهمة اشاعة اخبار كاذبة بنفس قوانينهم، يتحاكم بتهمة الانضمام الى جماعات محظورة، جماعات فساد سرقت البلد ومصت دمها 10 سنين، يتحاكم بتهمة الخديعة، يتحاكم بتهمة التربح، يتحاكم بمليون تهمة وبنفس قوانينهم. وقبل ما تحاكموا السيسي لوحده، حاكموا اللي ضللكم، حاكموا اللي ضحك عليكوا 10 سنين، حاكموا اللي قعدوا يروجوا في مشاريع كذبة، اللي يروجوا للناس وللشباب وضحكوا يروجوا لهم أوهام إن مصر هي اللي جاية وإن إحنا هنشوف خير ما حصلش. السيسي لوحده مش مشكلة، الفرعونية منظومة كاملة مش شخص. الحل إن المنظومة دي بعضها يمشي كلها تمشي وبعضها لازم يتحاكم، ساعتها بقى ربنا هيساعدك، إنما ما تقعدش على حجرك وتقعد تستنى الحل الإلهي، مش هيحصل.